إذن مرحبا بكم اخوتي في هذا الفيديو الجديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده. وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو، اللي شاف هذا الفيديو لاول مره يشترك معنا في القناه باش ان شاء الله يوصلوا الجديد، تتبعوا الاشغال ديال مدينه بركان، تزفيت الطريق الرابطه ما بين طريق مداغ وطريق ديال كابدولو بوهديله. هذه هي الطريق اللي داروا جديده، الرابطه ما بين مداغ وكابدولو. الان تزفيت الطريق كما كتشوفوا، الطريق هذه هي الطريق اللي عاد خدموها جديده، راهم كيزفتوها الان. الطريق الرابطه ما بين كابدولو ومداغ. نترككم مع هذا المقتطفات المصوره. واللي مازال ما اشترك في القناه عبد اللطيف القنوري يشترك ان شاء الله بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو للتحفيز، باش ان شاء الله نقدم لكم احسن محتوى ان شاء الله. والسلام عليكم اخوتي.